لو قلنا تشجيع الصناعة، تشجيع الصناعة ده عنوان حلو جدا، محدش يختلف عليه، مفيش اتنين في مصر ولا في أي مكان في العالم هيختلفوا على فكرة إنه تشجيع الصناعة واحدة من أهم أدوار الدولة. وتشجيع الصناعة يبدأ من أول الإتاحة، والإتاحة دي كلمة كبيرة جدا وواسعة جدا، من أول إتاحة الأماكن الصناعية المميزة اللي تساعد إنه شخص يقيم مصنع، من أول إتاحة الطرق اللي تؤدي إلى تلك الأماكن عشان النقل وعلشان كل اللوجستيات المرتبطة بالصناعة، من أول إتاحة المواد الخام اللي ممكن تبقى مدخلات الصناعة، من أول إتاحة وتشجيع ودعم وتنمية الأيدي العاملة اللي تشتغل في الصناعة، إتاحة كل التفاصيل الضريبية الخاصة بالتشجيع الصناعي. بالمناسبة الخمس حاجات اللي أنا بحاول أعدهم بسرعة كده، في وراهم 50 حاجة ممكن تبقى عوامل لتشجيع الصناعة، لكن كلها هتلاقيها أخبار متناثرة كده، إحنا ما بنسمعهاش مع بعض لكنها أخبار متناثرة. هتلاقي من جهة إنه التعليم يدعم بشدة التعليم الفني، عشان إحنا دلوقتي الدولة عاوزة صناعة فعايزة ناس تشتغل في الصناعة. منظومة الطرق كلنا عارفين ولا يخفى على أحد إن هي من أهم أولويات الدولة. بقلنا شوية نقط بقى، بقلنا شوية نقط تخص الأمور اللوجستية وتسهيلها، الضرائب والإعفاءات الضريبية بنسمع عنها أخبار منفصلة كده، لكن أنا ببقى نفسي أحيانا أسمع خبر مجمع يقول لي كل البنود دي عملنا فيها إيه. لكن هيبقى أي خبر يخص تشجيع الصناعة هو خبر حلو جدا جدا، نحب أننا نشاركه مع حضراتكم. النهاردة وزارة الإسكان بتقوم بدورها اللي هي منوطة بيه في تشجيع الصناعة، طرح وحدات صناعية. النهاردة الوزارة أعلنت عن طرح 75 وحدة صناعية بأنشطة متنوعة بمنطقة المطورين الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان بالمجمعات. مساحة هذه المصانع المطروحة حوالي 702 متر مربع بنظام القرعة العلنية. الوزارة كمان وضحت أنه حجز الوحدات الصناعية هيتم من خلال تقديم استمارة الحجز والمستندات اللازمة طبقا للوارد بكراسة الشروط المتاحة في جهاز مدينة العاشر من رمضان. إمتى الفترة مفتوحة للناس تاخد كراسات الشروط؟ بدءا من يوم الحد 14 أغسطس وحتى الأحد الموافق 28 أغسطس اللي بعده. الفترة الزمنية قصيرة لكن هم 75 يعني أسبوعين، وهم 75 مصنع أو وحدة صناعية. التفاصيل بقى اللي احنا محتاجين نفهمها عشان نبقى قادرين نفهم أكتر دور الدولة في تشجيع شخص إنه يحصل على وحدة صناعية وإنه يسدد ثمنها، وتفاصيل بقى ما تلا ذلك نعرفها من مهندس حاتم محمود نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية. مساءك خير يا فندم. مساء الخير يا استاذه دينا وعلى حضرتك وعلى الساده المشاهدين. مهندس حاتم، الوحدات الصناعيه وطرح كراسات الشروط حاجه يعني يمكن يكون خبر معتاد، لكن اللي احنا محتاجين نفهمه قوي والناس تعرفه ايه المرونه الزياده؟ ايه التفاصيل الجديده اللي بتحصل؟ ايه الاشتراطات كمان اللي حضراتكم بتحطوها في كراسه الشروط عشان تختار الشخص الصح اللي فعلا هيقوم بنشاط صناعي مش هياخد المصنع ده ويسيبه مقفول لسنوات طويله؟ اتفضل يا فندم. هو حضرتك طبعا مش اي حد هيقدم على مشروع صناعي الا اذا كان هو صنع. فهي الشروط عندنا بس اللي هو بيكون معاه بطاقه ضريبيه وسجل تجاري. عنده الامكانيات لبدء النشاط الصناعي على طول، يعني لان الوحدات جاهزه، فاللي هيستلم مجرد ان هو المكن بس وهيبدا يشتغل على طول. طيب يا باشمهندس، سعر الوحده بيتراوح من كام؟ سعر الوحده تقريبا 2 مليون 900. 2 مليون 900 ياخد مصنع؟ ده مصنع مساحته وحده صناعيه بس كامله جاهزه للتشغيل، المرافق وقطاعها، يعني مجرد بقول لسعادتك ان هو مجرد ما هيستلم ممكن يشتغل على طول في سعر. شروط السداد يا فندم؟ شروط السداد هو بيدفع جديه حجز 5% مع المستندات بتاعته. بيتم القرعه في حاله حصوله على الوحده بيستكمل ب 25% دفعه مؤقته. بقيه ال 75% بيتم سدادهم على 3 سنوات على اقساط نصف سنويه. بدون فوائد بقى ولا اي حاجه؟ محمله، لا محمله بالعباء. لان هو اللي هيسدد ال 65 خلال شهر يعتبر بدون فوائد، انما هو عايز جدول بنعمله تسديدات للجدول على 3 سنين.
حلو شانس. هل في اي اشتراطات لبدء عمليه التصنيع من تاريخ استلامه للمصنع لحد ما يبتدي تصنيع وتشغيل؟ هل في شرط او بند يخص الموضوع ده؟ لا، هو بالاجراءات العاديه اللي هو بيطلع رخصه التشغيل، ودي اجراءاتها سهله لان المنشا الجهاز هو اللي انشا 3 مجمعات صناعيه منطقه المطورين، كل مجمعات صناعات صغيره ومتوسطه، كل مجمع بيشمل 128 وحده. احنا كنا سبق لنا طرح، هم الف وب وجيم، كنا سبق طرح المجمع ب والمجمع ج عدد منهم، ودلوقتي شغال، وجزء متبقي من ب وج زائد جزء من الف. انما احنا هيبقى مستقبلا في طرح تاني ان شاء الله، يعني بطمن الساده المشاهدين ان شاء الله يكون في طرح تاني. نتمنى. هو مجرد اتفضلي حضرتك، مجرد ما بيستلم الوحده بيبدا بقى تجهيزها، اذا كان في مكان معين، كل نشاط حسب الاستخدامات بتاعته والتكنولوجيا بتاعته، بيبدا بقى بعد كده يطلع رخصه التشغيل، ودي اجراءات سهله جدا دلوقتي، ويبدا التشغيل مجرد ما يطلع رخصه، لان هو الدفاع المدني المفروض ان ده مجمع جاهز، يعني كل احتياطات الامن. ما فيش حاجه هو هتترفض له، فبالتالي يتاخر في التشغيل، هتبقى سهله قوي في استخراج رخصه التشغيل. كنت بسمع يا باشمهندس، وبرده حضرتك صحح لي عن فكره انه في حد حجز مصنع لكن اتسحبت منه الوحده او اتسحبت منه الارض، هل ده ظرف تاني؟ الناس اللي كانوا بياخدوا مصانع عباره عن اراضي ما كانوش بيقوموا بانشائها، ولا قول لي حضرتك الفرق ما بين انه حد ياخد هو لو حد خد قطعه ارض صناعي ولم يتم التشغيل، قعد سنه واثنين او ثلاثه، طبيعي هو كده مش عايز يستثمر، فبنشوفه يستثمر تاني، يكون عنده استعداد ان هو يقيم المصنع ويشتغل مباشره. الوحدات دي 702 متر، فيها 450 متر مغلق، وفي اريا 250 متر ديت اللي هي بتاعت التشوينات، النوم بتاعت التشغيل يعني. انما المصنع مغلق 450 متر. حلو قوي، يعني دي نقدر نقول انها تصنيفها صناعات صغيره ومتوسطه مثلا. صناعات صغيره ومتوسطه بتبقى ضروريه جدا في المدن الصناعيه، لانها بتخدم على الصناعات الكبيره المتوسطه والكبيره. طبعا. واعتقد انه حتى المبلغ اللي حضرتك بتقوله، اذا كان في حد عنده دراسه جدوى او مشروع جاد، ممكن يعني انه يكون قريب جدا. مهندس حاتم، اخيرا، ايه اقرب الطرق لهذه المنطقه؟ يعني احنا بنتكلم عن منطقه المطورين الجنوبيه في مدينه العاشر من رمضان، على بعد قد ايه مثلا من قناه السويس؟ هي ولا حضرتك زي ما بتقول بتخدم هي المصانع المحيطه بيها اكتر؟ ايه مثلا انواع الصناعات المفضله او الرخص الصناعيه اللي تتمنوا انها تحصل في منطقه زي دي؟ هو العاشر من رمضان قلعه الصناعه في مصر، من اول المدن اللي انشا فيها مناطق صناعيه، بالتاكيد، فطبيعي ان هتلاقي شبكه الطرق كلها متوفره فيها، ورابطه طبعا في قناه السويس زي ما سعادتك قلت دلوقتي، ان المسافه بينهم لا تتعدى 40 50 كيلو. انما المنطقه الصناعيه فيها جميع العاشر من رمضان، فيها جميع الصناعات، صناعات متوسطه، صناعات ثقيله، وجميع التخصصات فيها، فهتلاقي في تشغيل حلو قوي للشباب، اذا كان شاب عايز يدخل على مرحله زي ديت كبدايه، ان هو ياخد وحده يقدر بعد كده يوسع نشاطه، انه ياخد ارض يعمل مصنع مستقبلا، فهي فرصه كويسه جدا للشباب كمان. انا بشكرك شكرا جزيلا مهندس حاتم محمود، نائب رئيس هيئه المجتمعات العمرانيه، والحديث عن صناعه يبقى حديث عن اقتصاد، يبقى حديث عن فرص عمل. الصناعات الصغيرة والمتوسطة هي أمل للناس كتير أنها ممكن تغير حال من حال إلى حال. بسمع كتير في الفترة الأخيرة ناس تقول لي أنا كان عندي مشروع وكنت واخد قرض من البنك لكن تعثرت. فالجملة دي محزنة بشكل فوق الوصف. مفهوم أنه ممكن يبقى جزء من التعثر هو الظروف الاقتصادية، القوة الشرائية للناس، مفهوم جدا أنه جزء من التعثر ممكن يكون دراسة الجدوى نفسها، أن أنا ما حسبتش المشروع أصلا نفسه، ما سألتش عن الأسواق، ما اجتهدتش شوية في الحتة دي، لكن هتفضل في مساحة كبيرة جدا في الصناعات المغذية. ما بسمعش كتير، يمكن أنا معلوماتي ناقصة، لكن بسمعش كتير أنه ناس بتشتغل في صناعات مغذية، أنه أدور المصانع اللي حواليها بتستورد إيه، وإيه اللي معطلنا، وإيه اللي إحنا بسببه بننفق عملة صعبة على استيراد حاجات بتتصدر أصلا من مصر مواد خام وترجع لنا تدخل تاني في الصناعة أو نستهلكها مباشرة. الحلقة المفقودة في الصناعة دي أعتقد أنها فرصة كبيرة جدا، وزي ما بقول لحضراتكم الدولة بتشجع الصناعات الصغيرة المتوسطة طبعا،
بتشجع، لكن نتمنى جدا انه وزاره الاسكان، وزاره التجاره والصناعه، وزاره التربيه والتعليم، كل الوزارات اللي عندها جزء من الملف نشوف المشروع متكامل، او احنا كمستخدمين يعني توصل لنا الصوره كامله.